انضم إلينا عبر الأقمار الصناعية موفدنا إلى المنتدى الإفريقي الأول للسلم الطرقية في مدينة مراكش عبد المولى بوخريس. عبد المولى أهلا بك، حدثنا عن أهم ما يميز اليوم الثاني لأشغال هذا المنتدى وماذا يوجد على جدول أعمال اليوم. نعم، مرحبا لينا. طبعا تتواصل على اليوم التالي على التوالي بمدينة مراكش فعاليات المنتدى الإفريقي الأول لسلامة الطرقية. صباح اليوم كانت هناك ندوة حول التكفل بضحايا حوادث السير، من المعلوم أن حوادث السير تخلف ضحايا كثر وهذا له وقع اجتماعي واقتصادي على الدول الإفريقية، حيث يكلف ذلك خزائن الدول ما بين 3-5% من الناتج الداخلي الخام. كذلك تمت مناقشة موضوع المدن الإفريقية وتصور السلامة الطرقية، إضافة إلى محور ثالث وهو بعد السلامة الطرقية، إبان التخطيط للبنية التحتية في المدن الإفريقية. طبعا لتفصيل أكثر في موضوع التكفل بضحايا حوادث السير، باعتبار هذه المسألة لها فعالية كبيرة في إنقاذ حياة أشخاص إبان وقوع حوادث السير، ينضم إلينا السيد كمال بن عيش رئيس قسم الإغاثة بالمديرية العامة للوقاية المدنية. طبعا أستاذ كمال، حدثنا بداية عن الأدوار التي تقومون بها أنتم كأول فاعل يحضر إلى مكان وقوع الحادثة في إنقاذ حياة الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث خاصة المميتة منها. السلام عليكم. السلام على الشهداء المشاهدين. بالنسبة للدور ديال الوقاية المدنية أثناء وقوع حادث، قد يكون واحد الدور استباقي وهو اللي يكون تيقوم به اولا المواطن اللي تيكون هو الشاهد الاول اللي غيكون في موقع الحدث، خصو يقوم بعمليه حمايه نفسه والضحيه والاخرين، ويفعل ما نسميها بسلسله عمليه الانقاذ. هذه سلسله عمليه الانقاذ تفعلها عن طريق انذار مصالح الوقايه المدنيه عبر الرقم 15 او مصالح الاغاثه رقم 19 للشرطه او 177 اسم الدرك الملكي. من تيقوم هذه عمليه تفعيل سلسله عمليه الانقاذ، يعود للضحيه ويقوم بالاسعافات الاوليه. منين تجي مصالح الوقايه المدنيه لاي مكان، تيكون هناك واحد المراحل تقوم بها، اولا الحمايه، الانقاذ، التخليص والاخلاء. الضحية بعض الأحيان إثر حادث سير قد تكون محصورة داخل إطار العربة، إطار الحديد العربة، وتطلب منا نقوم بعملية القطع والحديد بمعدة آلية هيدرو ميكانيكية باش نخلصوا الضحية من الإطار، ونقوم بعملية تجهيزها للنقل بمعدة الإغاثة ديال سيارة الإسعاف، ونقلوها لمصالح الاستشفاء. سيد كمال بن عيش، أنتم رئيس قسم الإغاثة بالمديرية العامة للوقاية المدنية، شكرا لكم. طبعا لينا، من المعلوم أن اللحظات الأولى دائما تكون حرجة يعني حاسمة في إنقاذ حياة يعني ضحايا حوادث السير. هناك ربما 20% من الضحايا حياتهم تبقى محصورة في اللحظات الأولى إبان نقلهم إلى المستشفيات. فعاليات اليوم ستتواصل، وهناك في هذه الأثناء فعاليات للمهرجان الإفريقي الخاص بالأفلام المتعلقة بالوقاية من حوادث السير. طبعا يوم غد هناك انتظار لفعاليات أخرى ربما ستتوج بالإعلان عن المرصد الإفريقي للسلامة الطرقية. عبد المولى بوخريس مفدنا إلى مراكش، شكرا جزيلا لك ولضيفك.